هم ولا يعرفوا شكون هما، لان هاد السؤال ما كنا كنطرحوه على راسنا، كنا كنقولوا راه كيخدمونا كيديروا فينا الخير. وهاد القضيه هادي ولينا عرفنا اش كنسباو، عرفنا الدور ديال العاملات والعمال الزراعيين. مليون عامل زراعي كينتج الاف ديال الاصناف ديال الفواكه وديال الخضروات بالمختلف الانواع ديالها، كيغتنيو الباترونه الزراعيه بالصادرات. في اكادير مؤخرا كان واحد المعرض، وخصكم تشوفوا دوك الخضروات بحال اللي كتبيع الذهب. اكادير يا جوهرة ارجع عليك الشبارة، 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 اكادير يا جوهرة ارجع عليك الشبارة. بالمقابل العمال والعاملات الزراعيات كيضحوا بدمهم وبعرقهم، شنو هو المقابل؟ اول مقابل وهو التمييز القانوني، وهذا الشيء مكتوب في القانون ولا دستوري. شنو هو هذا الشيء؟ وهو ان كاين التمييز في الاجور. الدوله كتقول بان الحد الادنى للاجور الفلاحه هو 60 درهم فاصلة شي حاجه فاصلة 63، والقطاع الصناعي والخدماتي 90 درهم فاصلة 50. علاش هذا الفرق؟ إذن العاملات يعني بالقانون انتوما عمال وعامل زراعيين من الدرجة الثانية، وهذا الشيء لا دستوري. زيد عليها واحد نقطة أخرى وهي ساعات العمل. شحال مكتوب في القانون؟ مكتوب 44 ساعة السيمانة للصناعة، وانتوما كاتبين ليكم 48 ساعة. انتوما كتخدموا في المكيفات وفي داكشي زوين، وكتخدموا نعم اسيدي مريحين ما كاين حتى مشكل. لهذا زادوا ليكم دوك ربعة السوايع. وتذكروا تذكروا الصراع والنضال اللي دارت الجامعة 20 عام باش يعترفوا بالتعويضات العائلية، ويعترفوا بالحماية الصحية، رغم أنه 6% فقط اللي كيتصرح بهم على ذاك المليون. وهذه القضية 6% كتقولها السينيساس، ماشي احنا اللي كنقولوها، لأنه حتى الإحصائيات كيوقفوهم علينا. وهنا بالمناسبة كنشكر مزيان التلفازات المغربية اللي جات وشفتنا وهضرات معاكم، انتم كتشوفوها دايره بينا، واللي مع الاسف كتهتم بالقشور، كتهتم هذا واش نعطيه وزير ديال هذا، واش يدي الوزيعه ديال هذا، وما كتشوفش العمق ديال المأساة والقهر اللي عايشوا المغرب، والطبقات اللي كتعيش السحق والقهر وتجي تهضر معاها. ولا التلفازه كنخلصوها، ولكن هما مع الاسف كيستعملوها الخزعبيلات ديالهم. كازيم الشطاحه جزيره.